إلى ذلك، فضل النظام الإيراني خياره المعتاد بإطلاق التهديدات الجوفاء لمواجهة الضغوطات الداخلية والدولية وكسب تعاطف شعبه الذي كشف تلك الألاعيب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية برهام قاسمي إن على واشنطن أن تنسى التفاوض مع النظام الإيراني حول اتفاق جديد، فيما جدد قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري تهديد إغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إيران بإمكانها إغلاق صادرات النفط العالمية ما شاءت. هذا وحظي تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتأييد المرشد الإيراني، مما دفع روحاني إلى تكرار التهديد بشكل ملحوظ لا يعكس توجهات ما يسمى بالفصيل المعتدل في إيران.